صاحب السعادة، تشرف اليوم باستقبالكم في مباني حزب الإنصاف لتقديم هذه الهدية السخية من الحزب الشيوعي الصيني لحزب الإنصاف في موريتانيا. الهدية تقع في إطار التعاون العميق المتجذر بين حزبينا وبين دولتينا، وهي تشكل أيضا تدخل في وقت المناسب من الحزب الشيوعي الصيني لدعم الحزب الإنصاف الموريتاني في مجموعة من التدخلات نظمها وقام بها إثر الفيضانات التي شهدتها البلاد خلال موسم الخريف الماضي، حيث تدخل حزب الإنصاف في معظم المدن التي تلقت فيضانات، وبقية منها مدينة طاطار التي لم تتلقى حتى الآن تدخل. وهذه الهدية ستمكن حزب الإنصاف من أن يقوم بنفس التدخل الذي قام به في معظم المدن الموريتانية المتضررة في مدينة أطار، وهي فرصة لنقدم لكم الشكر الجزيل على الدعم المستمر لحزبنا، ونقدم نتيز فرصة لنقدم أيضا الشكر الجزيل للأمين العام للحزب صاحب الفخامة شي جين بينغ على الدعم السخي لموريتانيا والتعاون معها. وهذه المساعدة، هذه الهدية تشكل خطوة جديدة في إطار التعاون بين بلدينا، وهي تجسيد لإرادة قائد البلدين فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني وفخامة الرئيس شي جين بينغ تطوير العلاقات بين بلدينا والنهوض باقتصاد البلدين وتنميتهم الاجتماعية والاقتصادية. نشكركم جزيل الشكر ونتيز الفرصة لنجدد تهنئتنا للحزب الشيوعي الصيني على نتائج المؤتمر الأخير التي برهنت على أن هذا الحزب تمكن من أن يكون سندا حقيقيا لتطور جمهورية الصين الشعبية. ونؤكد أيضا أن مسيرة هذا الحزب ومسيرة التنمية التي شهدتها جمهورية الصين الشعبية يمثلان تجربة هامة يمكن لجميع الكثير من البلدان أن يستفيد منها. ونؤكد في حزب الإنصاف نيتنا الاستفادة من تجربة الحزب الشيوعي الصيني ليتمكن حزبنا من لعب الدور المطلوب منه في إسناد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد. نجدد لكم الشكر ونؤكد اهتمامنا بالسعي قدما في تطوير العلاقات المتميزة بين حزبينا والتعاون المتميز بين بلدينا. أشكركم صاحب السعادة.